الكلمة الآن معالي الممثل على السياسة الخارجية والأمنية الاتحاد الأوروبي فليتفضل. Your Majesty, Excellencies, allow me to say, dear friends, بأن أقول أصدقائي الأعزاء إنه يشرفني بالنسبة لي لأن أنضم إليكم لهذه القمة السنوية وذلك العام الثاني وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية لدعوتكم وكذلك المملكة الأردنية لأنها افتتحت هذه الممارسة في القمة من العام الماضي وإنني أود أن أشكر أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية وكلكم جميعا لهذا التعاون الممتاز والمستمر بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وكل الدول الأعضاء. بالنسبة لي ولنا فهذه أفضل استجابة وذلك لهذه الأوقات العنيفة والمرهقة وإن هذه المنطقة قد عانت من النزاعات لفترة طويلة. نعم إن إرهاب داعش كان قد تم القضاء عليه تقريبا وذلك أمر جيد وذلك من خلال عملنا المشترك أود هنا أن أشيد بالإصرار والشجاعة التي أبداها الشعب العراقي وهم أرجو أن يعتمدوا على دعمنا خلال السنوات القادمة وفي سوريا وفي اليمن وطالما أن هذه الحروب لن تنتهي فإننا ما زلنا نعاني من خطر التصاعد وكذلك أي نزاعات إقليمية أخرى ومنذ أسبوع فإننا قد شهدنا استخدام الأسلحة الكيماوية وذلك في على مشارف دمشق ونحن نتفق بأن ذلك أمر غير مقبول وأن هذه المسؤولين ينبغي أن يحاسبوا وباسم كل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنني قد أكدت دعمنا لكل الجهود المناسبة التي تهدف إلى تجنب استخدام الأسلحة الكيماوية وإننا نعرف أن الحل الوحيد للحرب في سوريا هو حل سياسي و بعد هذه السنوات ليس هناك من شك من ذلك وهي الطريقة الوحيدة لوضع حد معاناة الشعب السوري وذلك من خلال مفاوضات جنيفا تحت قيادة الأمم المتحدة إن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية تعمل معا من أجل التوصل إلى حل لهذه النزاعات وإن كل الفاعلين الإقليميين ينبغي أن يفكروا في مستقبل سوريا في المنطقة ونحن يشرفنا أن نتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال وأغتنم هذه الفرصة لكي أشير إلى عملية السلام وإلى الدبلوماسية وهذا هو الطريق الوحيد والسبيل الوحيد من أجل التوصل إلى دولة مستقلة ديمقراطية في سوريا وإنه ينبغي أن نبدأ في مفاوضات وذلك تحت راية الأمم المتحدة وإن هناك نزاعات كثيرة في منطقتنا المشتركة ونحن الأوروبيين والعرب من واجبنا أن نلتمس حلا مشتركا وإنه يسعدني أن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يجتمعان مرارا وذلك من أجل تنسيق العمل فيما بيننا من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد وإنه من الأهمية بمكان بالنسبة لنا نحن الأوروبيين ولي شخصيا أن نعمل بصورة وثيقة لكي نبدأ في عملية سلام في فلسطين ومع إسرائيل وإنه يشرفنا أن نستضيف الاجتماع السادس مع جامعة الدول العربية بشأن القدس وذلك في الاجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الذي توليت رئاسته إن مثل هذا التعاون في غاية الأهمية وإن الوضع ميدانيا يتفاقم والتوتر عال وكذلك في قطاع غزة وأيضا حيوية دولة فلسطين وغزة والضفة الغربية وشرق القدس قد تعاني الآن وإن الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وإن مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وكذلك كل الأطراف المعنية والدول
العربية. إننا كأوروبيين وعرب ينبغي أن نحن نتشاطر اهتماما من أجل الحفاظ على الوضع الفريد للقدس، وإننا نعرف أنكم يمكن أن تعتمدوا علينا نحن الأوروبيين لكي نؤكد على قناعتنا من أن الحل الوحيد هو حل الدولتين وشرق والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإننا لدينا دورا فريدا ينبغي أن نطلع به في هذه المنطقة، وهو وضع حجر الزاوية نحو عملية السلام. وإن الأردن ومصر تعمل من أجل تيسير الحوار الفلسطيني من أجل من تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية كاملة في غزة، ونحن ندعم ذلك. أن دوركم أساسي، ونحن الأوروبيين نضع على المائدة كل دعمنا الممكن، وذلك كمانح رئيسي لفلسطين ولأونروا، وكذلك الشريك التجاري الأساسي. وإن منطقتنا اليوم لا شك بأنها منطقة معقدة، وإن مع هذا التصاعد الإقليمي يمكن تجنبه. ودعوني أشدد على أنه بدلا من قناعتنا نحن الأوروبيين من أن العالم العربي يمكن أن يتحول إلى منطقة ذات رفاهية ورخاء النجاح في العالم، وهذا ما نحاول أن نفعله منذ قرون وآلاف من السنوات من النزاعات والحروب في منطقتنا التي تحولت إلى جزيرة من الرخاء والتنمية والحقوق. We've managed to do that. إننا نجحنا في ذلك لأننا كنا حكماء وعمليين لكي نختار التعاون اعتبارا من التعاون الاقتصادي بدلا من الصدام والمواجهة. ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي سوف يصحب الكثيرين مع الشركاء من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي من تونس إلى لبنان، من المغرب إلى مصر، وأستطيع أن أشير كل بلادكم تقريبا، لأننا على قناعة من أن الاستثمار في الشعوب بدءا من الشباب والنساء هو أفضل وسيلة من أجل تحقيق قاعدة سليمة لبيئة مواتية. وإن تعاوننا يتجاوز عملنا المشترك، وحتى الآن فإن عملنا المشترك في مواجهة الأزمات سوف يكون أساسيا من أجل أمننا المشترك ورخاءنا المشترك. وإن العالم العربي والاتحاد الأوروبي يتشاركان في تاريخ ثري وثقافة ثرية، ودعوني أقول أن مشكلات اليوم دعونا نبني معا ونبني مستقبلا براق. وشكرا جزيلا.